منذ وفاة السوبر جانتي مينو رايولا، سؤال واحد شغل أغلب الصحف العالمية: من هو وكيل الأعمال الذي سيمثل عدة نجوم مثل إيرلينغ هالاند وبول بوكبا وغيرهم في المستقبل؟ هنالك من يقول أن خورخي مينديش سيستغل الوضعية الحالية ويضم إلى شركته جيستي فود أبرز لاعبي رايولا، وشق آخر يؤكد أن الإيطالي فيديريكو باستوريلو لديه أفضلية كبيرة في إضافة بوكبا وهالاند إلى لوكاكو في شركته PMP سبورت مانجمنت. ولكن الحقيقة تبدو مختلفة تماما عن لعبة التوقعات، لأن رايولا بالفعل اختار منذ 2003 الشخصية التي ستقود امبراطوريته، شركة وان التي تضم جل لاعبيه على رأسهم زلاتان إبراهيموفيتش والتي أسسها منذ سنوات. هذه الشخصية هي رافائيلا بيمانتا، محامية برازيلية مختصة في القانون الرياضي، وهي الذراع الأيمن لمينو رايولا منذ 19 سنة. في الأشهر الماضية بيمانتا هي الممثلة الرسمية للمهاجم إيرلينغ هالاند في المفاوضات مع مانشستر سيتي، وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية في مقال يعود إلى سنة 2016، رافائيلا بيمانتا لديها دور كبير في انتقال بوكبا من اليوفنتوس إلى مانشستر يونايتد. مع رافائيلا بيمانتا سيواصل فينشينزو رايولا شقيق مينو رايولا العمل مع اللاعبين المتواجدين في الدوري الإيطالي مثل إنريكي مخيتاريان الذي سيجدد عقده مع روما، وأليزيو رومانيولي الذي سينتقل إلى لاتسيو. وفي خطة كشف المواهب يوجد الرجل المفتاح الإسباني خوسي فورتس، صديق رايولا في هولندا منذ سنوات. فورتس كان سببا في ضم عدة لاعبين إلى إمبراطورية رايولا قبل بروزهم مثل دي ليخت وريان غرافنباخش. إمبراطورية رايولا تضم أكثر من 70 لاعب، فهل ينجح الورثة في الحفاظ على هذا الإرث الكبير؟